النهارده اول يوم ليا في الرجيم، وكمان النهارده يوم الجمعه يوم اجازتي، ده اليوم اللي بستناه من الاسبوع للاسبوع. وانا ماشي كده لقيت بسكن روبنز، فقلت مش هيحصل حاجه اما اكل واحده ايس كريم. طلبت ايس كريم مانجا مع كراميل، وحط لي عليها شويه صوص كده من فوق، وتمنها 25 ريال يعني تقريبا 7 دولار. غاليه عارف، بصراحه طعمها خطير، طعمها احلى من الايس كريم اللي انا بشتريه ابو ريال بكتير. والبسكوته كان طعمها جميل جدا، تحس البسكوته صبحه اكنها لسه معموله. وبصراحه كميه الايس كريم كانت كبيرة مليين العلبة. رحت اقعد شوية على البحر، لان زي ما انتوا عارفين الرجيم بيخلي كل الواحد ضيق. فرشت في صندوق العربية وطلعت اكل الرجيم اللي هو نص فرخة وحلة رز، واضرب يا معلم. ورحت على الكافيتيريا اللي على شكل باص، جبت من عنده احلى كوباية ليمون بالنعناع، وكان معايا واحد في الشغل مسافر وكنت رايح اوصله. الجمال ده كله، ده طريق اللي بيودي على مطار حمد الدولي. ابو سلمة حبيبي استاذ، انت عايز تقول ايه العطايا يا معلم؟ والله عطايا انا بدعي له ربنا يكرمه ويوصل بالسلامه ان شاء الله، واول ما يوصل كده يطمن عليه وربنا يكرمه في اجازته ويسعده ان شاء الله، ربنا يفرحه. عم حسين اجازه سعيده يا ابو سمر، توصل بالسلامه ان شاء الله. انا يا ريس بدعي لك والله توصل بالسلامه، يعني بص انا لسه مصلي ودعي لك، ادعي لك والله من كل قلبي عشان الحاجه اللي انا مديها لك توصل بالسلامه. ابو سمر توصل بالسلامه يا باشا، اجازه سعيده يا معلم، هتوحشنا في رعايه الله يا ريس.